أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من همزة وصل، حيث نأخذ منكم الآراء ونطرحها على المتخصصين والخبراء للخروج برؤية واحدة ومشتركة وربما أيضا مختلفة. في حلقة اليوم سوف نتحدث عن منتدى غاز شرق المتوسط، هذه المنظمة الإقليمية الحكومية التي تأسست في عام 2019 وتضم 7 دول ومقرها القاهرة، بهدف إنشاء سوق إقليمي للغاز في شرق المتوسط في ظل وجود العديد من الاحتياطات في هذه الدول، والتي تقدر بنحو 122 مليار أو تريليون عفوا متر مكعب من الغاز. وبالتالي هناك أهمية لهذا المنتدى، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة، وبالتالي هناك فرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول شرق المتوسط للاستفادة من هذه المقومات بما يعود بالنفع على جميع الدول. وبالتالي يكون التساؤل في هذه الحلقة هو: كيف يعد منتدى غاز شرق المتوسط نموذجا للتعاون والمنفعة المتبادلة بين الدول؟ هذا هو التساؤل العريض لهذه الحلقة، سوف نناقشه بالتفصيل بعد متابعة هذا التقرير. لا شك في أن مصر خطت خطوات واسعة نحو إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط، تحمل الصفة الرسمية للتمثيل في المحافل الدولية بما يعادل منظمة الدول المصدرة للنفط، وذلك بعد توقيع الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة. ومنتدى غاز شرق المتوسط هو هيئة تأسست في يناير 2019، ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وهم 8 دول يقعون في منطقة شرق المتوسط، من بينهم اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا وفرنسا. كما يهدف المنتدى إلى إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة. ويعزز المنتدى التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية. ومن أبرز الأهداف التي يتبناها المنتدى استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، خاصة وأن تلك المنطقة من المناطق الواعدة في اكتشافات الغاز الطبيعي. ويعد اختيار مصر كمركز للمنتدى دليلا على قوتها وتأثيرها في المنطقة، واعترافا بأنها محورا هاما للإقليم وامتلاكها العديد من الإمكانيات، كما أنه يساعد على أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي هاتفيا الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة. دكتور سامح، بداية لو تحدثنا عن أهمية هذا المنتدى والمقومات التي تتمتع به الدول الأعضاء. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. حضرتك، المنتدى ده تم بدايته في كانت الفكرة في 2018، وكانت في 3 دول بين اليونان وقبرص ومصر، وبعد كده في 2019 بدأت الخطوة الرئيسية في وجود 7 وزراء للطاقة. والمهم ان في ال7 وزراء للطاقة كانوا بيضم الدول المنتجة للغاز ودول المرور للبايبس بتاعت الغاز والدول المستهلكة للغاز. ومن الفكره الرئيسيه ان هم عملوا المنتدى يضم هذه الدول علشان يتخطوا المشاكل اللي تمت في الدول الاخرى، زي ما حصل ما بين اوكرانيا وروسيا في 2008. كانت في مشكله، ما فيش اتفاقيه على سعر ثابت لمرور الغاز في اوكرانيا. فدلوقتي اصبحت الدول دي لها قاعده ثابته، سواء بقى حصل مشاكل او ما حصلش مشاكل في المنطقه، فهم لهم قاعده ثابته. ده كان الهدف من الاهداف الرئيسيه. الهدف الثاني ان هو بيبقى استغلال كامل للغاز في المنطقه، سواء بقى الدول اللي هي المنتجه او والدول، وكل دوله تحترم حقوق الاعضاء اللي هي موجود فيها المواد الطبيعيه. من الاهداف، 7 دول كانوا هم
مصر وفلسطين والاردن واليونان وقبرص وايطاليا واسرائيل، والسنه اللي بعدها بعد ما بدا المنتدى وتنفذ اضيفت اليهم فرنسا بقت الدوله الثامنه. وفي مراقبين دوليين للمنتدى ده اللي هي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. المنتدى الغاب ده عمل طفره كبيره في المنطقه، اصبح الدول هو بيامن طبعا احتياجات الدول دي للغاز في اي وقت من الاوقات، وهي استفادت منه الدول في مشكله بتاعت اوكرانيا وروسيا، استفادت منه فرنسا واستفادت منه ايطاليا، لان هم كان عندهم مشكله في الغاز، وهم كان الافضل ان هو يتم تصدير الغاز من الدول الاعضاء الى فرنسا او الى ايطاليا. كمان الدول الرابطه اللي هي المنتدى ده حط لمصر قوه للطاقه قويه جدا، لان مصر هي المصدر بتاع او المركز الرئيسي لهذا المنتدى، فاصبحت مصر هي المركز الرئيسي للغاز في منطقه الشرق الاوسط. ده بالاضافه للمقاومات الداخليه اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، اللي هي اساله الغاز اللي موجوده في اسكو ودمياط، والامكانيات اللي توفرت ليها، وظهرت ان احنا صدرنا ما يقرب من 8.5 مليون طن غاز السنه اللي فاتت. يعني دكتور سامح، يعني نحن نتحدث أيضا عن أزمة عالمية كما ذكرت حضرتك، الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي هناك مقومات تتمتع بها الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، وبالتالي كيف يمكن أن يتم تعزيز التعاون بين هذه الدول بالطبع للاستفادة من هذا الأمر وتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المشتركة بين هذه الدول، كما هو تساؤل هذه الحلقة بالطبع، والاستفادة من هذه الأزمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد هذه الدول في نهاية المطاف؟ وحضرتك المنتدى بيستغل كل الامكانيات في البنيه التحتيه للدول المشتركه. نعم. انما لو كانت كل دوله بتستغل البنيه التحتيه بتاعتها مش هيبقى عندها الطاقه الكامله، انما لما يبقى في عمليه تكامل ما بين الدول المشتركه في المنتدى واستغلال البنيه التحتيه، فبالتالي بتوفر كتير اقتصاديا على انتاج الغاز او تصدير الغاز. ثانيا نقل الخبرات داخل المنتدى، استواض النقص من دوله لدوله، فده بيدي قوه للمنتدى بانه بيظهر على مستوى العالم ان هو موجود قوه طاقه قويه جدا، وده ظهرت في الملامح بتاعت مشكله روسيا واوكرانيا. ثانيا حضرتك الدول اللي هي بتحاول تنضم الى المنتدى لازم بيوافق عليها كل الاعضاء، وبتكون دول من داخل حوض البحر الابيض المتوسط، وبيكون لها امكانيات. احنا عندنا دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه عندنا الاساله بتاعت الغاز بتجينا من الدول الخارجيه، بنتعمل لها اساله وبيتم اعاده ارسالها، وديت مش متوفره في كل الدول اللي موجوده في الشرق الاوسط في منطقه الحوض الابيض المتوسط او في المنطقه اللي هو داخل المنتدى. ثانيا احنا عندنا الامكانيه ثانيه، احنا صدرنا 8.5 مليون طن، احنا عندنا خط ثاني ان احنا نصدر لحد 8 مليون طن ثاني، لان احنا عندنا خط غاز بينقل من العريق او من سيناء للاردن لسوريا، وبيربط مع لبنان، وبينه وبين الخط الدولي اللي بيعدي من عدن تركيا 62 كيلو متر فقط، وال 62 كيلو متر دول كانوا هيتنفذوا في سنه 2010، ولكن المشاكل السياسيه ادت ان هم ما يتمش، ولكن لو تم توصيل ال 62 كيلو دول يبقى عندنا الامكانيه ان احنا نصدر لاوروبا 8 مليون طن سنويا من خلال خط الغاز الاوروبي اللي بيمر من ناحيه تركيا ورومانيا. نعم، ايضا دكتور سامح لو تحدثنا على فكرة ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وخاصة بين مصر واليونان وقبرص، كيف مهدت لإقامة هذا المنتدى والاستفادة من المقومات القانونية طبعا التي تتمتع بها هذه الدول بشكل عام؟ حضرتك مصر ما ظهرتش وعندها قوة طاقة من الغاز إلا لما الخطوات الاستراتيجية تمت، علشان يبقى عندنا غاز احنا أول حاجة عملناها ترسيم الحدود، وعملنا قوة بحرية قوية، وبعدين اعلنا على الشركات تيجي تنقب على الغاز. مفيش مستثمر هيدخل في المنطقه اللي اذا كان فيها امان وجاي عارف انه بيشتغل في حدود امنه ما فيهاش مشاكل، ودي من الخطوات الرئيسيه اللي تمت ان احنا نبقى قوه في الغاز، وقدرنا نخلص كل نكتشف المناطق اللي موجوده عندنا في الحدود بتاعتنا، وان احنا نقدر نعمل اكتفاء ذاتي من 2018.
فترسيم الحدود فالقوة البحرية أدت إلى كل المستثمرين الموجودين خارج يجوا بسرعة جدا يشتغلوا عندنا لأنه بيشتغلوا في مكان آمن عندنا. فترسيم الحدود ده شيء رسمي وأساسي، لأن كل شركة بتيجي تعمل حفر أو تنقيب لازم تشتغل في مكان يكون معروف الحدود بتاعتها وتابع من البلاد. أيضا لو تحدثنا عن الدور المصري والخطة الطموحة للدولة المصرية حتى تكون مركز إقليمي للطاقة، وهناك على صعيد الغاز، الكهرباء، الطاقة الجديدة والمتجددة وغير ذلك من الأمور، يعني كيف ترى جهود الدولة المصرية في هذا الصدد، وما تحقق وما هو المأمول أن يتحقق أيضا خلال الفترة القادمة في هذا المجال؟ هو الحمد لله مصر هي أصبحت مركز إقليمي من كل الاتجاهات من ناحية الطاقة. من ناحيه الكهرباء احنا كان عندنا عجز 6 جيجا، وصلنا دلوقتي احنا عندنا فائض، احنا بننتج حوالي 59 جيجا، وعندنا فائض حوالي 25 جيجا، وعندنا خمس محاور لتصدير الكهرباء ككهرباء، خمس محاور اللي هو المحور في اتجاه الاردن، ومحور في خط البحري اللي بيودي على قبرص، وخط شمال افريقيا بدايه من ليبيا لحد المغرب، وعندنا في الجنوب من السودان لحد افريقيا، وعندنا في الشرق في السعوديه الى دول الخليج. ده كطاقه كهربائيه. كطاقه متجدده احنا الشرق الاوسط، احنا نقول على الشرق الاوسط في انتاج الطاقه الشمسيه وفي طاقه الرياح وفي طاقه المياه. الشمسيه عندنا بمدان اكبر محطه، عندنا اكبر محطات طاقه رياح، وعندنا اكبر محطات انتاج كهرباء من الميه بما فيهم جبل عتاقة اللي بيديني 2.4 جيجا. ده بالنسبه للكهرباء. اما بالنسبه للغاز احنا دلوقتي الحمد لله صدرنا 8.5 مليون طن تقريبا، عندنا عملنا اكتفاء ذاتي من 2018. ده بالاضافه ان الغاز وفر لنا استهلاكات حاجات كتير زي البنزين، لما استخدمنا الغاز في السيارات وفر لنا كم من البنزين كبير جدا اللي احنا كنا بنستورده. لما استخدمنا الغاز عملنا انتاج من البتروكيماويات، او احنا دلوقتي بنصدر تقريبا ل 80% من انتاج البتروكيماويات لدول اوروبا. استخدمنا للغاز احنا الغاز بوجود الغاز احنا بننتج الكهرباء بارخص ما يمكن، لان احنا بنبيع او الدوله بتبيع لمحطات الكهرباء الوحده الحراريه ب 3 دولار. الوحده الحراريه من 4-5 شهور كانت في اوروبا ب 84 دولار الوحده، احنا كانت عندنا ب 3 دولار، فبالتالي ان احنا كنا بنصدر كانت افضل بالنسبه. فاذا توفر الغاز واستخدامه في الاتجاهات المختلفه لانتاج الطاقه خلى مصر رفعت، اولا ما بتستوردش بنزين وما بتستوردش سولار، وفرت لنا البترول، دلوقتي بنصدر بتروكيماويات فرفعنا في اتجاه الطاقه، عندنا الكهرباء اعطتنا دفعه قويه ان احنا ننتج طاقه كهربائيه بسعر رخيص، ولذلك عندنا دلوقتي التوفير زي ما قلنا، وعندنا خمس محاور للتصدير. فاصبح التكوين الغاز مع الكهرباء مع الطاقه المتجدده شيء قوي جدا. ظهر بقى كمان في كوب 27 توفر الطاقه المتجدده وظهورها على مستوى الشرق الاوسط، والخبره اللي كانت متوفره من 2014 لحد كوب 27 السنه اللي فاتت، اظهرت مصر انها بالاضافه الى المناخ لانتاج الطاقه المتجدده، وموقع مصر على البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط توفر 3000 كيلو متر مياه، اصبحت هي مركز لانتاج الهيدروجين الاخضر. يبقى اذا الاربع عناصر الرئيسيه للطاقه اللي موجودين على مستوى العالم الحمد لله متوفرين داخل مصر. الغاز الكهرباء ككهرباء، الطاقه المتجدده على مستوى الشرق الاوسط الاولى، ان شاء الله على مستوى مقاومات الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم متوفره بكثره وبوفره داخل جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي لقينا كل شركات العالم قبل كوب 27 بسنتين جت عملت تعاقدات لانتاج الهيدروجين الاخضر عندنا في مصر، ومحور قناه السويس مركز الطاقه العالمي اللي موجود في فرنسا اثبت ان محور قناه السويس هيكون من احد المحاور الرئيسيه على مستوى العالم لانتاج الهيدروجين الاخضر. نعم. يعني في ظل ايضا هذه الشراكات دكتور سامح، يعني وفي ظل هذه المقومات التي تتمتع بها الدوله المصريه، كيف انعكس ذلك على الداخل المصري في ظل المبادرات التي تستهدف استخدام الغاز ووصول هذا الغاز ايضا الى مختلف المحافظات المصريه داخل المنازل وغير ذلك من الاستخدامات وسيارات الغاز الطبيعي وغير ذلك من الامور والمبادرات التي تم تنفيذها على ارض الواقع داخل الدوله المصريه؟ تمام.
حضرتك بالنسبة للغاز والمنازل، احنا وصل للمنازل ووحدات المصانع، حوالي 13 مليون وحدة بما فيها بقى منازل. احنا كنا بنستورد صوانة الغاز، كنا بنستوردها ب 105، ده من اكتر من 5 6 سنين، كنا بنستوردها ب 185 190 جنيه للصوانة الواحدة، وكانت بتتباع للمواطن اقصى حاجة كان 75 جنيه او 75 جنيه. لما وصلنا الغاز الى احنا كنا بنستخدم حوالي 300 مليون اسطوانه غاز سنويا. لما استخدمنا الغاز الطبيعي طبعا نزلت النسبه دي نزلت 60%، يعني بقينا بنستورد حوالي من 30 ل 35 40 بالكثير في الميه من اسطوانات الغاز، فاذا وفرت كم من راس المال اللي احنا كنا بنستورد بيه كتير جدا. ده بالاضافه ان استخدام الغاز الطبيعي اكثر امان من استخدام الاسطوانه. فبالتالي الغاز رفع الحاله الاقتصاديه بالاتجاه الاستيرادي لاسطوانات الغاز. اما بالنسبه للغاز في استخدام السيارات، احنا وصلنا اكثر من 400,000 سياره. فلو حضرتك بصينا للسيارات ال 400,000 دول، هنقول منهم 300 سياره ملاكي و100,000 سياره ميكروباص. المتر المكعب من الغاز بيعادل تقريبا لتر بنزين. فاولا المتر المكعب سعره دلوقتي اقل من نص سعر البنزين، فبالتالي بيوفر كذا حاجه. بيوفر لصاحب السياره، بيوفر له اكتر من نص التكلفه في ان هو يستخدم البنزين، فبيوفر دخل الشعب. ثانيا بيوفر على الدوله انها ما استوردتش البنزين، وسعر البنزين تقريبا اللتر بيوصل حوالي دولار، فاذا بوفر على الدوله كمان. والحاجه الاهم ان انا كمان في البيئه، لتر البنزين بيديني 2.7 كيلو ثاني اكسيد كربون، انما لتر الغاز بيديني. يعني بالفعل يعني هناك جهود كثيره في هذا المجال للاستفاده من هذه المقاومات. بشكرك دكتور سامح نعمان استاذ هندسه الطاقه. ايضا ينضم الي مشاهدينا الكرام الدكتور ثروت راغب استاذ هندسه البترول والطاقه. دكتور ثروت، اسمح لي ان القي عليك هذا السؤال، بالطبع هو تساؤل العريض لهذه الحلقه، كيف يسهم منتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء بالطبع، وكيف يكون نموذجا لهذا التعاون؟ تمام. طبعا موضوع اللي هو الاستيميت جاز فورم اللي هو منتدى غاز شرق المتوسط، ما بعتبره انجاز للقياده السياسيه ومصر. انت عارف طبعا ده انشا في اكتوبر 2018، كان في قمه ثلاثيه ما بين اليونان وقبرص ومصر عشان نقوم بعمليه تاسيس هذا المنتدى. كان هدف المنتدى كله ان هو طبعا انشاء سوق غاز اقليمي في منطقه الشرق المتوسط، وتحسين طبعا العلاقات التجاريه، وطبعا عمليه العرض والطلب بين الدول. فكان هدف كله ان هو طبعا بدا بسبع دول، وطبعا انت عارف حضرتك ان هو مش معتمد فقط على الدول المنتجه للغاز، هو برضك الدول المستورده للغاز. بمعنى ايه؟ ان احنا كان عندنا من ضمن هذه الدول هي الاردن. الاردن طبعا ما عندهاش انتاج غاز، ولكن عندها تقوم باستيراد هذا الغاز. فكان هدف كله ان هو يكون بعمليه تعزيز وتامين الطاقه العالميه من ناحيه مصر. فمصر كان طبعا تلعب دور هام جدا في هذا الموضوع، بحكم انها لها انتاج ضخم جدا من الغاز حاليا دلوقتي، حوالي 6.1 مليار قدم مكعب من الغاز. هنا طبعا في المقومات والعلاقات السياسيه، مما ادى ان تكون القياده فيه ويكون رئيس هذا المنتدى مصري، ويكون بعمليه وضع المبنى الرئيسي في مصر في القاهره. وطبعا بيكون بعمليه اجتماعات دوريه لتامين الطاقه، والهدف كله منه الحفاظ على سعر توازني للغاز عالميا، بحيث انه يكون بعمليه التوريد للدول الاوروبيه والتوريد لكل الدول المحتاجه لهذا النوع من الغاز. ايضا دكتور ثروت، في ظل يعني تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه بالطبع على اسواق الطاقه، يعني كيف يسهم هذا المنتدى بالطبع في يعني في تعزيز او تامين لاحتياجات الدول الاعضاء، وايضا ربما مساعده الدول الاخرى والاستفاده من هذه الازمه بشكل عام في دعم الاقتصاد الوطني لكل هذه الدول الاعضاء بالطبع؟ تمام. طبعا هذا طبعا للاسف العالم كله في ازمه طاقه بسبب حروب اللي بين روسيا واوكرانيا، وطبعا ده ادى الى عمليه الشورت او النقص في عمليه الانتاج عالميا. الدول المضره خصوصا الاتحاد الاوروبي، طبعا كان في البارت كورس، وكان بيدور على بدائل كثيره جدا انها تكون بعمليه الحصول على الغاز الطبيعي بجانب الحصول على البدائل الاخرى كطاقه كهربائيه من الدول البدائل الاخرى كمحطات نوويه وخلافه. ولكن حزبه او المدرسه المتوسط كان له طبعا عنصر كبير جدا انه يكون بعمليه الحفاظ على هذه الامدادات. بمعنى ايه؟ طبعا عندنا الاتحاد الاوروبي عمل زيارات مكوكيه لكل من دول الشرق المتوسط، خصوصا شمال افريقيا التي تتمثل في كل من مصر والجزائر. نعرف طبعا مصر تعتبر الثاني افريقيا في انتاج الغاز، والجزائر الاولى افريقيا.
فعشان كده قامت عمليه الحصول على امدادات الغاز بصفه دوريه من مصر. احنا طبعا عندنا محطتين اساله في ايد قطبيات عملوا شغالين بطاقه الطاقه العظمى وطاقه كباست الاعلى كباست ليهم، وقمنا بعمليه توريد وشحنات دوريه للاتحاد الاوروبي في عده هذه الازمه. فكان عشان كده الاتحاد الاوروبي بيعول على مصر تعويل قوي جدا في عمليه امدادات للاتحاد الاوروبي عشان تكون بالتغلب على هذه الازمه. بالفعل تم التغلب في هذه الشتاء الماضي بالمساعده من مصر ودول الجزائر ودول الخليجيه في هذه الامدادات. فمنتشر متوسط طبعا وتمثل في مصر والانتاج الضخم عدا عمليه الحفاظ او على قدر الامكان للتغلب على هذه الازمه. الاتحاد الاوروبي من موضوع البرد خالص في نتيجه الشورت في الامدادات او النقص في الامدادات من روسيا 40% من الخط نورث ستريم 1 اللي هو توقف تماما، وبالتالي مصر سهمت كبير جدا من خلال متوسط في عمليه زيادة الامدادات وتامين الطاقه للاتحاد الاوروبي. ايضا دكتور ثروت، لو تحدثنا عن مصر تحديدا، كيف يمكن الاستفاده من الموقع الجغرافي للدوله المصريه حتى تكون مركزا اقليميا للطاقه بالطبع في ظل ما تتمتع به ايضا من مقومات متعدده في هذا المجال؟ طبعا مصر الحمد لله رب العالمين، مصر لو تشوف كده في شمال في شرق مصر في البحر الاحمر، في عندنا في شمال مصر البحر المتوسط، في عندنا قناه السويس. هذا الموقع الاستراتيجي ربط مصر ما بين كل من دول اسيا بدول اوروبا عن طريق البحر المتوسط عن طريق قناه السويس. فطبعا عندنا كميه كبيره من المواني، والدوله ادت الى عمليه جد هذه المواني وعمليه اعدادها لانها تكون من ضمن العوامل تؤدي مصر تكون مركز اقليمي للطاقه. بجانب هذا طبعا عندنا القوانين كثيره اللي تم تشريحها الدوله، وهي قانون تنسيق سوق الغاز الجديد اللي هو ادى الى عمليه جذب المستثمرين. عندنا طبعا موضوع محطتين الاساله الموجودين الوحيدين في مصر على مستوى الشرق المتوسط 23 دوله. كل هذه المكونات مع جانب الموقع الجغرافي والاستراتيجي للدوله بوجود البحار وموجود السلطة البريه ادى الى ان مصر تكون مركز اقليمي للطاقه. فده طبعا ده مهم جدا، ادى ان مصر يكون لها مكانه كبيره جدا وسط الدول الافريقيه خصوصا والدول العالميه، انها تكون في كموقع استراتيجي انها تكون بعمليه تامين الطاقه وتحويلها مركز اقليمي للطاقه. ايضا ماذا عن جهود استمرار الاكتشافات بالطبع، يعني في ظل يعني وجود العديد منها ربما داخل الاراضي المصريه والتي تحتاج الى المزيد من البحث والتنقيب ايضا، وهو ما تقوم به الدوله المصريه بالطبع بالتزامن ايضا مع خطوط الاساله وغير ذلك من الموانئ التي تسهل عمليه نقل الغاز وغير ذلك من مصادر الطاقه، يعني الى اين وصلت جهود الدوله المصريه في هذا الصدد؟ تمام. احنا طبعا عندنا الدوله عندها خطه ثابته انها تقوم بعمليه الاكتفاء الذاتي من الغاز وان شاء الله الاكتفاء الذاتي من البترول اللي هو النفط. يعني عندنا الحمد لله من 2018 حصل في اكتفاء ذاتي، يعني على هذه اللحظه وده نتيجه الاكتشافات الكثيره اللي الدوله عملتها اللي هو وصولا اكثر من 108 اتفاقيه بترول. من ضمن هذه الاكتشافات الضخمه اللي تم توحيد الظهر اللي هو بيسهم بحوالي 40% من انتاج مصر من الغاز. عندنا طبعا مؤخرا الدوله قامت باكتشاف حقل نرجس اللي هو في طبعا يعتبر شرق جنوب شرق حقل الظهر اللي هو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، احتياطي برضه يعني ليس ببسيط. تمام، لان احنا عندنا مثلا مصر يعني عندها اكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز في البحر المتوسط. لهذه اللحظه بيتم اكتشاف اكثر من حوالي 60 تريليون قدم مكعب، فلسه عندنا طبعا كميه كبيره من المخزون النفطي سواء كان غاز او بترول يتم اكتشافه، بجانب طبعا البحر الاحمر الذي لم يتم اكتشاف فيه لهذه اللحظه وغرب المتوسط. كل هذه طبعا هذه خيارات كثيره جدا ان شاء الله بذات الاكتشافات الكثيره. طبعا عارفين ان في دولات فيها مناقصات شغاله حاليا عن طريق الايجاز وعن طريق الهيئه المصريه للبترول البيدراوند، وموضوع برضه جذب المستثمرين زي شيفرون واكسن موبيل اللي اول مره تدخل في مصر وتعمل عمليه الحفر، ده ادى الى عمليه زياده الاستثمار وعمليه زياده الاكتشافات في مصر، وان شاء الله سنسمع قريبا عن اكتشافات كثيره اخرى في حوض البحر المتوسط. وده كل ده هذه الاكتشافات ادت الى زياده الانتاج، وان شاء الله سنوصل للاكتفاء الذاتي من البترول في 2023 نهايته ان شاء الله كما حصل اكتفاء ذاتي من الغاز من 2018. بشكرك دكتور ثروت راغب استاذ هندسه البترول والطاقه. وحتى تكتمل الصوره مشاهدينا الكرام، دعونا ناخذ بعضا من ارائكم بالطبع على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الملف كما تعودنا معكم دائما ونطالع ايضا.
هناء محمد بتقول مما لا شك فيه أن الدولة المصرية حققت نجاحات حقيقية كبيرة في قطاع الطاقة على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية من خلال وضعها الجيوسياسي والبيئة التحتية وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل ليشهد هذا القطاع نهضة لا مثيل لها سواء على المستوى المحلي أو العالمي. واستطاعت الدولة المصرية إعادة بناء الجغرافيا في المنطقة بأسرها بفضل الإدارة المؤسسية الناجحة في ملف الطاقة. ويأتي منتدى غاز شرق المتوسط استكمالا لتلك الجهود وليجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة. تحيا مصر. أيضا محمد حسن بيقول تتزايد أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط في ظل التحديات الجيوسياسية في الوقت الحالي، فالمنتدى يساهم في التغلب على تحديات الطاقة العالمية من أجل ضمان سوق غاز إقليمي مستدام في منطقة شرق المتوسط والمساهمة في تنويع الإمدادات. أيضا أحمد سليم بيقول إن منتدى شرق المتوسط بيؤمن تعظم دور مصر في الآونة الأخيرة بالطبع بمجال الطاقة وخاصة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أصبحت مصر بوابة عبور الغاز وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، كما أن المنتدى سيعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية. ناهد عبد الفتاح بتقول السلام عليكم، منتدى غاز المتوسط بيهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات لإنشاء سوق للغاز مشتركة يوفر حماية الحقوق لجميع الأطراف، وفي الوقت الحالي يتجه العالم للغاز بقوة لما له من أهمية في مختلف المجالات، وتصنيع الغاز بيزيد من القيمة المضافة للدول المنتجة، لذلك فإن إنشاء مناطق صناعية للغاز والتعاون بين مختلف الدول الأعضاء سيوفر أسعار عادلة للجميع. محمد الطواب يقول في ظل التعاون والاستثمارات العالمية وتبادل الاقتصادي والتجاري وتميز موقع مصر الجغرافي أفرو أسيوي توسط قارات العالم ودعم لوجستي عالمي وقناة السويس، لذلك برأيي منتدى غاز شرق المتوسط بيعد نموذجا للتعاون والمنفعة المشتركة بين جميع الدول والسعي للطاقة النظيفة وتقليل التلوث وحماية البيئة من الاحتباس الحراري. هذه كانت مجموعة من الآراء مشاهدينا الكرام بالطبع التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعونا أيضا نأخذ مزيدا من التفاصيل حول هذا الملف عبر الهاتف. ينضم إلي دكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور رمضان، أيضا سؤالنا العريض في هذه الحلقة، كيف يحقق منتدى غاز شرق المتوسط التعاون والتكامل بين دوله الأعضاء وأن يكون نموذجا في هذا الأمر؟ يعني من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هو الحقيقة بالفعل منتدى غاز شرق المتوسط حقق العديد من الأهداف، والحقيقة منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون الإقليمي اللي حظى باحترام المجتمع الدولي. وأما مساهمته في أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة سوف نوضح ذلك من خلال الأسباب الآتية. أولا، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة شرق المتوسط التي تمتلك بنية تحتية يمكن من خلالها نقل الغاز المكتشف في المياه العميقة في شرق المتوسط من منطقة الاكتشافات التي تقدر مساحتها ب 83,000 كيلومتر مربع، ويقدر احتياطي الثروات بها حوالي 220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، كما جاء في بيان هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية. أيضا مصر تمتلك خطوط أنابيب لنقل الغاز من المياه العميقة إلى محطة الاستقبال في منطقة الجميل في بورسعيد، وخطوط أخرى لنقله إلى محطتي الإسالة في إدكو وفي دمياط. مصر تمتلك مستودعات تخزين وتسهيلات إنتاج وموانئ جاهزة لاستقبال ناقلات الغاز العملاقة والتي يمكن أن تنقل الغاز من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي. ما سبق أدى إلى لجوء الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات
تعاون مع مصر في شؤون الطاقة، وذلك لاستيراد الغاز المصري أو الغاز المكتشف في منطقة شرق المتوسط من حقول تمتلكها دول أخرى ولكنها أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط. لذلك هناك نوع من التكامل بين عضوية مصر في منتدى غاز شرق المتوسط وامتلاك مصر للبنية التحتية التي أدت إلى احتياج أوروبا لمصدر جديد هو منطقة شرق المتوسط، ولكن من خلال مركز الثقل وهي مصر. طب هذا يدفعنا ايضا دكتور رمضان للحديث على الازمه الروسيه الاوكرانيه، ولعلها ربما عززت من اهميه هذا المنتدى في الحقيقه في ظل التوجه الاوروبي الى بعض الدول ومن بينها مصر ايضا للحصول على مصادر الطاقه. يعني كيف يعني عززت هذه الازمه بالطبع من اهميه هذا المنتدى ومن اهميه هذه الدول والبحث عن مصادر اخرى للطاقه في دول العالم المختلفه؟ هو بالتاكيد زي ما حضرتك ذكرت ان الازمة الروسية الاوكرانية عززت من مكانة وثقل مصر ومنطقة شرق المتوسط. لانه في الفترة الاخيرة مندوبة شؤون الطاقة في الاتحاد الاوروبي وقعت اتفاقية مع مصر، وصرحت انها تحتاج لحوالي 7 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذا العام. لو مصر استطاعت توفير هذه الكمية يمكن أن تصل قيمتها إلى ما يفوق 18 مليار دولار، ودول طبعا هيدخلوا في يزيدوا الاحتياط الاستراتيجي المصري من العملات الصعبة. ففعلا الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تستفيد منها مصر بشكل واضح جدا لو قدرنا نوفر الكميات ونعمل ترشيد أيضا لاستهلاكنا. احنا بنستهلك حوالي 62 مليار قدم مكعب وبننتج 66 مليار، لو ضغطنا على نفسنا نقدر نوفر الكمية التي تحتاجها أوروبا والتي من خلالها نحقق فوائد اقتصادية كبيرة. ايضا دكتور رمضان، حتى ايضا لا تغيب الصوره عن الداخل، يعني كيف انعكست هذه الجهود التي تقوم بها الدوله المصريه وهذه الشراكات ايضا على دعم الداخل المصري ووصول الغاز الى مختلف المحافظات وغير ذلك من المبادرات التي شهدناها في الفتره الاخيره؟ هو الحقيقه ربما لا يعني لا يشعر المواطن المصري بقيمه ما يحدث، لأنه المواطن الأوروبي الآن يعاني معاناة شديدة جدا، ولكن في مصر عندنا حالة من الاستقرار لأن الوضع مستقر. يعني احتياجاتنا المحلية من الغاز الحمد لله متوفرة بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي، ولذلك الأمور مستقرة، فما فيش شعور بهذا لأنه هو الوضع العادي للمواطن المصري. لكن مقارنة بما يحدث في دول أخرى طبعا هناك معاناة شديدة جدا جدا للمواطنين الأوروبيين، وكلنا نعلم أن هناك يعني ترشيد لاستهلاك الغاز واستهلاك الطاقة بيعاني منها المواطن الأوروبي بشكل واضح جدا. أيضا دكتور رمضان، يعني هناك تكامل وهناك شراكات أيضا ليس في مجال الغاز لكن هناك أيضا في مجال الطاقة المتعددة، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وغير ذلك من الأمور. يعني أهمية تحقيق هذا التكامل أيضا وإنعكاساته على تعزيز الشراكات بين هذه الدول أو بين مصر تحديدا وغيرها من الدول سواء في المحيط العربي أو الأوروبي وغير ذلك؟ هو الحقيقة مع انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة الماضية COP27 وقعت مصر العديد من الاتفاقيات لكي يتم توفير الطاقة الخضراء الهيدروجين الأخضر وبقية المصادر الطاقة الخضراء للحفاظ على البيئة، وأعتقد أن هي دي الطاقة المستدامة.
لانه الوقود الاحفوري والغاز والبترول هي مصادر طاقه لكنها ناضبه في خلال 100 سنه مش هتبقى متواجده بالتاكيد. والبدائل هي زي ما احنا بنقول الطاقه المستدامه وهي الطاقه الخضراء، طاقه الرياح والطاقه المائيه والطاقه الشمسيه. ومصر لديها على سبيل المثال اكبر محطه لتوليد الطاقه الشمسيه في منطقه بنبان باسوان. لذلك مصر ليست غافله ايضا عن توفير مصادر بديله وبتركز على المصادر الطاقه الخضراء. نعم، ايضا اهميه التعاون الدولي في هذا المجال دكتور، حتى يمكن مواجهه يعني الكثير من السلبيات التي نواجهها في مجال الطاقه التقليديه بالطبع، وتضافر الجهود وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كوب 27. مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع الدول الاوروبيه والشركات العالميه التي لها خبره طويله في توليد، وبتاتي على بعض الشركات من بلجيكا ومن ألمانيا، دي شركات رائدة في هذا المجال. وبالفعل وقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع تلك الدول، وفي سبيلنا طبعا لتنفيذ تلك الاتفاقيات، ده طبعا بالإضافة إلى السعي والمثابرة في إنشاء محطة الطابعة للطاقة النووية. نعم. والتي تسير بخطى حثيثة أيضا في إطار استراتيجية مصر لتعدد مصادر الطاقة. بشكرك دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من همزة وصل، يتجدد اللقاء وملفات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.